من قبل السيد هاني ابو حلاله عن مدرسه المرحوم يوسف ابو حلاله للفروسيه، والسيد نوري ابو كراح عن نادي سرمان للفروسيه، وكذلك السيد الهدار. بعد ان تتم عمليه التتويج سنتابع مجريات الشوط الثالث المخصص للخيول الاوروبيه المستورده. كأس المركز الأول الآن لأوروغين واسطبلاتا بشكوات. إذن الشوط الذي أمامنا هو الشوط الثالث، خيول أوروبية أمامنا رقم 15 أريبيا لحسين محمد حماد ابرز المرشحين في هذا الشوط. اريبيا في رصيد المركز الاول مرتين بالنسبة لفحل ميديكال المدرب علي دياب بالنسبة لاريبيا. هذه هي اريبيا امامي بالصورة، وهذا هو المدرب علي دياب. رقم 7 النفس لاحمد محمد عون. ذكر احمر بالنسبة لفحل النفس المدرب ابراهيم العشيري. بانتظار البقية تتوجه بها كاميرا التصوير لرقم 13 نسائم لعبد الفتاح محمد الكشير في رصيد المركز الثالث ومركز خامس من نسل الفحل براون المدرب عبد الرحمن السوداني. رقم 9 يوروكروس لحسام محمد الحومة. أنت ربدا من نسل الفحل فالي اوف يبر المدرب مصطفى الباروني. رقم 11 ديبيتي فول ايوس لصبلاتك حيل من نسل الفحل ديتش اوف بلس المدرب علي الهملي جفر. رقم 14 امامي روز مالكي. هذه هي روز مالكي من هذه جمعة رزق مركز ثالث في رصيد روز مالكي من نسل الفحل توكري المدرب علي الهملي جفر. رقم 13 نسائم، تكلمنا عن نسائم قبل قليل، كذلك يور كروز. رقم 9 رقم 7 ايضا النفس بانتظار البقيه. اسرع قليلا الرجال، اسرع قليلا. المنافسه في هذا الشوط حسب النتائج السابقه قد تصب لصالح اريبيا في مركز اول مرتين، كذلك يور كروز لحسام محمد الحوم مركز اول، وكذلك اشودي رقم 1 لصالح ايضا عسكري ايضا في رصيد المركز الاول. تقرير عمليه استلام الجهاز من قبل الركاب، وصباح حناش يستعد استلام ديفيتي فول اس. أمامنا أيضا حسين الشعراني يستعد لاستلام النفس، هذا هو النفس يحمل رقم 7
لأحمد محمد عون. كذلك لنا طلال الرشحي وقد استلم أوشوديلا لصلاح فرحان تحمل يحمل رقم واحد أوشوديلا. وهذا هو الصادق أحمد أمامي في الصورة يستلم ديسجراد لمجدي كامل شرطة. هذا هو ديسجراد أمامي وهذا هو الركب الصادق أحمد بالكازاكا الصفراء. خالد عطيه قزرة استلم جوادك تيب شوتس. هذه هي تيب شوتس أمام يوسف في يد معركوب. القيادة ستكون لخالد عزيز في رصيد تيب شوتس مركز ثاني ومركز ثالث. سرعة لجنة الانتلاء 10 دقائق هو الوقت المحتسب فقط. مشاركون في الشوط الرابع استلم الأرقام السعد صبري علي البزغي يا ملكي عروبة محمد الهادي مصراتي يا ملكي النديل المساومة علي أبو بكر العنيزي يا ملكي السفير البرادي مسعود مختار أبو حلال الملكي المدلل نور الدين عبد الحميد الملكي فايز النصر أيمن مفتاح الكيب الملكي المستقبل حمزة مختار العبالي الملكي البادية عامر أحمد الحطاب الملكي جنيف فوزي علي بوزين الملكي تبركة عادل العشيري الملكي العلا سارة حياة فرحات الملكي غرب النصر ضو محمد بن سعادة الملكي غبراء وخالد رمضان الكباشي الملكي الباهي عمران أبو القاسم الحومة الملكي هاشم الصحراء. أعطي شرط الانطلاق رجاء يا لجنة الانطلاق قبل أن يدخل الوقت. إذن 15 جوادا سيشاركون بالنسبة أرجع ركاب أرجع خذ مكان داخل جهاز الانطلاق أعمل جهاز الانطلاق الجهاز الموجودة بجانب جهاز الانطلاق أعطاها شرط الانطلاق رجاء أعمل جهاز الانطلاق. أشهر ديلا مع طلال الرشحي ستكون في البوابة رقم واحد في رصيدها مركز أول ومركز سادس التصفيات. شاكي ميليمان لاستبلات الوفاء ستكون مع علي وينر في البوابة رقم اثنين في رصيدها مركز ثالث. ديكس جران الأحمر رقم ثلاثة في رصيدها مركز ثالث أيضا. القيادة ستكون الصادق حفيظة وسيربريس ديفيني في البوابة رقم أربعة مركز رابع مرتين بالنسبة لسيربريس ديفيني مع عادل محمودي. جيمس إيرلينجر في رصيد مركز سادس والتصفيات ستكون مع علي وعبد السلام في البوابة رقم خمسة. بينما ميسيس سترونج مير في رصيد مركز خامس ومركز سابع في التصفيات. القيادة ستكون لسفيان آدم. بينما النفس يكون مع حسين الشعلالي في البوابة رقم سبعة في رصيد مركز خامس بالنسبة للنفس. هيئات ستكون في البوابة رقم ثمانية مع عامر حطاب في رصيد مركز سابع. و يوروكروس ستكون في البوابة رقم تسعة في رصيد مركز أول مع سيف راجيلي. خالد عزيز سيكون مع تيب شوتس في البوابة رقم عشرة. تيب شوتس في رصيد مركز ثاني ومركز ثالث. بينما ديبيتيفول إيوس ستكون مع مصباح حنيش في البوابة رقم 11 في رصيد مركز ثامن في التصفيات. ديو جوريتي في البوابة رقم 12 مع ذهاب وحدانة في رصيد مركز رابع. ونسائم مع عبد الرحمن السوداني في البوابة رقم 13 في رصيد مركز ثالث ومركز خامس. روز مالكي في رصيد مركز ثاني لهذه جمعة رزق. القيادة ستكون لأسامة كماشي في البوابة رقم 14. وأخيرا أريبيا في البوابة رقم 15 مع حسن الشعلالي أبرز المرشحين مركز أول مرتين. ننتظر الانطلاقة. أسرع قليلا رجاء لجنة الانطلاق. ركاب خذ مكانك رجاء نظرا لذلك الوقت. نعمل من الجميع التعاون والإسراع واخذ مطعم داخل جهاز الانطلاق بكل سرعه رجاء مع ركاب. خذ مكانك بسرعه رجاء. اجواء جميله ورائعه يشهد هذا المضمار الجميل والرائع هنا بمدينه طرابلس. مضمار ابي سته الذي يحتضن كاس ليبيا للسلام في نسخته الاولى. الامنيات للجميع بالتوفيق. هذا هو الشوط الثالث. خيول اوروبيه مستورده على مسافه 1300 متر. 15 جوادا سيتنافسون وسنرى لمن تكون الكلمة. أوشوديلا شاكي ميريمان ديتسيغرال سوربريس ديفيري جيمس رينوكر ميسز سترونمير النافوس هيهات يوروكروس تيب شوتس ديبيتي دل إيوز ديو جيرنتي نسائم روزمالاكي وأريبيا. طبعا رائعة من
لدائرة الانطلاقة التي ستأتي بعد لحظات من الآن. أشودينا من نفس الفعل ليفلي ديكوري وشاك ماليمر من نفس الفعل دوكي أوف ماليمر. ولكن حدث الآن انطلق أيضا سيداتي ولساتي سادتي متتابعة الراديو والتلفزيون الإمارية. احتكاك في المنعطف الأول. السلام للجميع. سيف راشيري يحلق بعيدا. إذا سيف راشيري بيارا كروس. يارا كروس بفارق مريح. يارا كروس سيطر على مجريات الشوط والانطلاقة والملاحقة تأتي من النافوس. يارا كروس والنافوس. يارا كروس مع سيف راشيري والنافوس مع حسن شعالي. هناك دخول الأول على المدرب شاك ميريمالدي. شاك ميريمالدي تصبح المركز الثاني ليصبح النافوس في المركز الثالث. وهناك يارا كروس لا تزال مسيطرة. يارا كروس مع سيف راشيري سيطر على مجريات هذا الشوط بفارق 5 أطوال. سيف راشيري يارا كروس. يارا كروس لا تزال وشاك ميريمالدي تحاول. يارا كروس وشاك ميريمالدي النتيجة. أرجع.